إذن هي أمسية للأرسنال، أمسية لأرسن فينجر هنا من خلال هذه المباراة أمام أوسترسوند السويدي. مباراة جدا مهمة لأن هذه المباراة تأتي هنا على أرض أوسترسوند، الفريق السويدي الذي يتواجد من خلال هذه البطولة للمرة الأولى، وهو فريق بالفعل يريد أن يقدم كل ما لديه تحت أنظار عشاقه في المجموعة. طبعا نتحدث عن بطولة أوروبية، وهنا لدينا المحاولة وأول أهداف. أول أهدي لا زال صامد أمام قوة الأرسنال، وهنا محاولة، خلاص انتهى الصمود. سجل الأرسنال أول الأهداف عن طريق ناتشو موريال الذي تابع الكرة الماضية عند الدقيقة 13. أول أهداف الأرسنال تأتي الآن في أول أهداف هذا الرجل من خلال هذه البطولة. أيضا تبعد من توم بيترسل، لازالت الخطورة موجودة، والهدف الثاني يأتي لمصلحة الأرسنال، جول عن طريق مختريان يسجل ثاني الأهداف لمصلحة الأرسنال. أخطاء كثيرة، أخطاء كبيرة من دفاع أوسترسون، يساعد كل ذلك أيضا لاعبي الأرسنال على الكرة العرضية. السلام يسدد، الله بروا نوري، هذا لا قدوس، هذا قدوس، يبدو بأن قدوس. خلينا نشوف هذه الكرة التي وصلت، واللاعب الكولومبي، وهنا لدينا محاولة أخرى من قدوس أيضا لكنها إلى مختريان، ممتازة. أوزيل، 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 الله، جول ثالث لمصلحة الأرسنال عن طريق مسعود أوزيل بعد نقلة خذوهات هو ومختريان عند الدقيقة 58. يسجل مسعود أوزيل في أول مباراة له في هذه البطولة. مسعود أوزيل مرر في الجهة اليسرى. المختريان إنني يحاول أن يسدد، الله، يحاول والباك مع يسدد لكن